اقتراب المرأة، يعني حتى في تربيتها لأبنائها إن تطلعهم تنشئهم تنشئة كويسة وتطلعهم بصورة مميزة، وتعرفهم ببلدهم والعادات والتقاليد في بلدهم هناك كيف، وتخليهم متواصلين حتى يعني مع أهلهم مع البلد اللي هم موجودين فيها. فكيف المرأة السودانية المغتربة في بيتها من الصباح لحد المساء وفي تعاملات حتى مع أطفالها؟ سبحان الله، المرأة الأم هي المدرسة طبعا. صحيح. فالمسؤولية الكبيرة على الأم أكثر، لأنها هي يعني ده ما تحيز لي ما تحيز المرأة يعني هما صحيح عندي حاجة حاصلة، ولو إنه هسه المرأة بقت عاملة زي الرجل. فالمرأة بتطلع تشتغل، أنا مديرة لمدرسة سودانية ما شاء الله تبارك، فأنا بطلع والله أنا بطلع الساعة 5 صباحا قبل راجلي، بدري شديد 5 صباحا، يعني هو لسه في البيت أنا كنت طلعت قبله. ففي رقبتي برضو مسؤولية البيت، بخلص مدرسة سودانية بخلص على الساعة 12 على الساعة 1 برجع البيت، البيت راجيني الباقي ده كله راجيني أنا، الطبيخ الغسيل النظافة، الراجل حيجي يأكل حيرقد ينوم حيطلع شغله، إذا على منو لك أنا؟ ما لكن بيجي متأخر بيجي الساعة 5 والساعة 4 لا بيجي لا يلا هاي إذا أنواع بيجي في أنا زوجي بيجي الساعة 12 معاي بيجي داخل، فلازم أنا أكون مجهزة مثلا أكل من بدري، جينا حتتغدى حيرقد ينوم، انا حكون ماسكه شغلي انا، عشان كده بقول لك المسؤوليه الكبيره على الام اكثر. انتهى انتهينا من الحاجات البدائيه دي، مع المغرب حقوم امسك الاولاد واحد واحد للمذاكره. المذاكره ايوه. هم بساعدك؟ مو بساعد لا، لما كنت تعبان لانه شغله كده ايوه، حيرقد ينوم حبه حيرجع ثاني الدوام الثاني. كان على قد تدي كلمه كده حلوه عشان حيحضر الحلقه دي بعدين في الدنيا